أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماء السماوات والأرض الذي سطرهن وأنا على وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم